طيب احنا قلنا هنعمل library اللي هتشوف combination لكاركتر مختلفة بنهاية الكلمة وتطبق عليهم rules مختلفة، يعني هتعمل check إذا كانت كده فهتطبق ال rules كده. فالكونسبت ده قريب لل regular expression، نشوف هنطبقه بيه وكيف. أول حاجة قلنا بنعمل import لل regular expression، نعرف function اسمها plural، نديه argument واحد noun اللي هو هنمرره ليها مفروض. بالداخل الهيكلية بتاعت الفانكشن دي هتكون مكونة من if، من if و else if، وفي النهاية ال else. فنحن قلنا عندنا أربعة rules. أول حاجة هنقوم نقول لها نستخدم ال re.search. في عندنا هنا البركت الشكل ده جديد علينا، وبعديه علامة الساين دولار اللي هي بتعني نهاية الكلمة، يعني أبحث في نهاية الكلمة واحدة من الحروف دي، دي اللي بتعني اللغواز البركت دي، واحدة من الحروف دي. إذا كانت S أو X أو Z فهتقوم السيرش ترجع الأوبجكت أوفسيت بتاعه، وإذا رجعته هتقوم تطبق السطر ده اللي هو بيعمل return لسبستيتيوت فانكشن، شفناه في الشابتر اللي فات. سبستيتيوت فانكشن هنا بنمرر لها الناون اللي كان argument في البلولر فانكشن، ونقوم نقول لها بعلامة الساين دولار يعني في نهاية الكلمة ضيف لنا ال es. والرول الثانية ال if انه في regular expression في السيرش تاني اللغواث البركت دي في النهاية h، لكن في الأول قمنا في العلامة دي جوا البركت اللي هي بتعني أي كاركتر غير الحروف دي، يعني أي حرف غير ال A وال E وال I وال O وال U وال D وال G وال K وال B وال R وال T. إذا أي واحد جا غير ديل تقوم تطبق السطر ده اللي هو بيعمل substitute لآخر الكلمة، يعني يضيف في النهاية E S. فدي قلنا هي القاعدة الثانية إنه ال H تكون noisy، زي مثلا في C H أو S H واحدة ما موجودة من ديل فحيقوم يضيف ال E S. الرولز التالية إذا إنه الكلمة انتهت ب Y وقبلها واحدة ما من الفاول لتر دي، معناتها الواحدة تنطق إذا إنها I، فحنقوم نجي نبدلها هنا ب I E S، لكن حنقوم نبدل ال Y اللي هي في آخر الكلمة بال I E S. إذا ما واحدة من ديل كلهم حنرجع الناون اللي هو اللي حنمرره للفانكشن بلورال كونكاتينيت، حنضيف له S. نحاول نفهم أكتر، نشوف أمثلة كده للسبستيتيوت عشان نفهمها أكتر. هنا جينا قمنا قلنا سيرش لل A أو ال B أو ال C في مارك، قام رجع لنا الأوبجكت الأوفسيت أوبجكت، يعني في مارك دي لقى واحدة من ال A وال B وال C وطلع لقى ال A اللي هي تاني حرف في مارك. طيب مدام قاعدة نقوم طيب نعمل substitute، نفس الحكاية إذا إنه ال A أو ال B أو ال C قاعدة في مارك ونحن لقينا ال A قاعدة، قوم يبدلها لنا بال O فهتقوم تبقى مارك، ال A تتبدل ب O. طيب substitute تانية إذا إنه ال A أو ال B أو ال C موجودة في الروك بدليها ب O، فلقينا ال C هتقوم تتبدل هتبقى روك. فهنقوم نجي تاني هنا إذا إنه واحدة من الحروف دي قاعدة في الكلمة دي بدل لنا بال O، فلقت ال C ولقت ال A فهتبقى أوبس. فهنا سبستيتيوت بتبدل كل حروف حتلقاهم بين القوسين، فهي لقت هنا السي ولقت الاي فقامت بدلتهم بالاو، ودي كده سبستيتيوت عشان نفهمها اكتر. وهنا نجي نفهم لما نجي نستخدم العلامه دي اللي هي بتعني النيجاتيف، يعني اي حرف الى الحروف بين الاغواز دي. نجي نشوف امثله لنا لها ونفهمها اكتر. قمت قلت لها هنا اعمل سيرش لاي كاركتر قبل الواي في نهاية الكلمة غير الفاو لتر ديل، قامت لقت السي والسي واحدة ما موجودة في البركت دي
بين القوسين ديل، فهتقوم ترجع الأوبجكت والريجولار اكسبريشن تكون صحيحة، عملت ماتش. هنا تحت سيرش في النهاية برضو قلت لها تكون واحدة غير الفاول لتر ديل، غير الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U قبل الـ Y، فقبل الـ Y لقت الـ O والـ O واحدة منهم، فما هترجع لي الـ Object، هترجع None. وهنا برضو نفس الحكاية، دي قبل الـ Y في الـ A، وأنا قلت ليها داير حروف غير الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، وهنا برضو ما اتنفذت. ليه؟ لأنه أصلا في النهاية ما منتهية بالواي.